السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بصحه وسلامه. بمناسبه راس السنه اليوم 1/1، نذكر لكم مجموعه من النصائح المهمه لحمايه عينيك من الاصابه بالاجهزه الالكترونيه. طبعا كلنا يستخدم الاجهزه الالكترونيه بكثره، كيف نحمي او نحافظ على عيوننا من الاصابه من هذه الاجهزه؟ اليكم مجموعه من النصائح. النصيحه الاولى: لا تقرب الأجهزة من وجهك، حاول قدر المستطاع أن تبعد استخدام الأجهزة الإلكترونية من وجهك. النصيحة الثانية: انظر لنقطة بعيدة كل 20 دقيقة، وهذه من التمارين المهمة للعينين أن تنظر كل 20 دقيقة إلى أبعد نقطة. النصيحة الثالثة: كبر حجم الخط بما يناسب أو يريح عينيك. الذين يستخدمون الأجهزة الإلكترونية في القراءة، حاول أن تكبر حجم الخط بما يناسب عينيك. النصيحة الرابعة: على ماذا تنص؟ اضبط سطوع الشاشة بما يناسبك، يعني أن تضبط سطوع الشاشة بما يناسب أمرك للعينين. ليش؟ لأن بعض الأحيان سطوع الشاشة يؤثر وانخفاضها يؤثر على العينين. النصيحة الخامسة: لا تستعمل الأجهزة الإلكترونية في الأماكن المظلمة. قدر المستطاع لا تستخدم الأجهزة الإلكترونية في هذه الأماكن لأنها ترهق وتتعب العينين. النصيحة السادسة: استعمل القطرات لترطيب العين. توجد في الصيدليات قطرات لترطيب العين من الجفاف. للذين يستخدمون الأجهزة الإلكترونية بكثرة أن يحافظوا على عينيهم ويستخدموا هذه الأجهزة الإلكترونية. النصيحة السابعة: حاول أن تستعمل نظارة مضادة للأشعة الزرقاء. توجد في هذه الأجهزة الإلكترونية أشعة زرقاء، فحاول أن تستعمل نظارة لذلك. النصيحة الثامنة: ذكر نفسك بأن ترمش باستمرار. ليش؟ لأن الترميش عبارة عن ماسح آلي يقي العينين من الأمراض والأجسام الغريبة، فحاول أن تستخدم ذلك باستمرار. هذه مجموعة من النصائح قدمناها لكم، ولا تنسونا من خالص دعائكم، وشكرا لكم.